السلام عليكم، أهلا بكم في قناتكم الجديد. أصبح المنتخب الجزائري لكرة القدم يحظى بشعبية أكبر وسط عشاق الساحرة المستديرة بعد المستويات التي وصل إليها في عهد المدير الفني جمال بالماضي الذي قاده إلى الفوز ببطولة أمم إفريقيا 2019، إضافة إلى ضمه العديد من النجوم على غرار مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي رياض محرز. وفقا لإحصائيات حساب بوب فوت المتخصص في الأرقام والإحصائيات، يحتل المنتخب الجزائري المرتبة 15 عالميا بين المنتخبات الأكثر شعبية عبر مواقع التواصل الاجتماعي ب 3.11 مليون مشترك، ليحتل بذلك المرتبة الأولى إفريقيا وعربيا. وجاء المنتخب البرازيلي في المركز الأول عالميا ب 24.15 مليون، ثم المنتخب الفرنسي ثانيا ب 19.09 مليون. أما المرتبة الثالثة فقد كانت من نصيب المنتخب الإنجليزي ب 16.64 مليون مشترك. وبالعودة للمنتخبات العربية، جاء المنتخب المصري في المرتبة 22 عالميا والثانية عربيا وإفريقيا بمليون فاصلة 62، ثم المنتخب السعودي الثالث عربيا والواحد 31 عالميا بمليون فاصلة 02، ثم المنتخب المغربي الرابع إفريقيا بعد نيجيريا والرابع عربيا بمليون فاصلة 01، وكذلك يحتل في المرتبة 32 عالميا. وهكذا يكون المنتخب الجزائري قد احتل المركز الأول عربيا وإفريقيا بفارق كبير على المركز الثاني الذي احتله المنتخب المصري. نحن بانتظار تعليقاتكم حول هذا الموضوع، لا تبخلوا علينا بالاشتراك وتفعيل خاصية الجرس للتوصل بكل جديد لحظة بلحظة، والضغط على زر الإعجاب تشجيعا لنا فقط لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.